بإمكانكم المشاركة بالرسائل القصيرة على الرقم 0488-106-800 0488-106-800. أهلا بالجميع مرة أخرى، مرحبا بكم إذن معنا. ننتقل مباشرة إلى صربيا، نتعرف على مغاربة صربيا، ومعنا من هناك سيدي محمد خموش. سيدي محمد السلام عليكم، عواشر مبروكة، رمضان مبارك سعيد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. من بلقراد، من صربيا، من البلقان. من البلقان. سيدي محمد خموش، اش داك لتما؟ ايوا قال لي الرياح ملي سي السفن، وجيت هنايا انا مده طويله ورانا في هذه البلاد. شحال من عام تقريبا؟ شحال من عام دابا؟ وإذا قلت لك راه الناس راه تعجب، هذه 55 عام. 55 عام في صربيا، يعني في يوغوسلافيا في الحقيقه، ماشي في يوغوسلافيا. كان ديك الساعه يوغوسلافيا، يوغوسلافيا كانت ديك الساعه المارشال تيتو الى اخره، يعني وقت قديم. فالمهم عن المجيء ديالي، كان يعني بالصدفه جيت، كانت عندي منحه دراسيه، فكنت دراسه نتاع اللغه، وبعدين قرينا الاقتصاد انا 4 سنين 5 سنين، وبعدين درت الماجستير الى اخره، وتزوجت كما يقال، يعني تزوجي واحد من السيفون، وظروف معينه ارطلت في هذا البلد، والحمد لله. ما شاء الله، الحمد لله. سيدي محمد، يعني الان وليتي صربي، دابا كتكلم باللغه يعني بطلاقه؟ ايه طبعا ما خص اللغه لا باس، ولكن الصربي ما بقيت حتى الجنسيه، ما خديتهاش واخا المده كلها. حتى الجنسيه ما خديتيهاش، بقيتي مغربي؟ بقيت مغربي، يعني دائما المغربي يبقى دائما مغربي. طبعا تزوجت، يعني هذا لا يعني ان الانسان اذا كان في ظروف اخرى ما يمكنش ياخذ الجنسيه ديال بلد ثاني. هذا انت مزوج، مزوج من البلاد، من تما نيت، من صربيا؟ من هذه البلاد. نعم هذه البلاد مزوج، نيت عندي زوج اولاد، ليلى وطارق. وعندك حفيد تبارك الله؟ تبارك الله، عندي وحده حفيده 3 سنين ونص اسمها نورا، باش كتتعرف كنتكلم مع المغربيه طبعا، وكتفهم المغربيه تبارك الله، كيتكلم المغربيه ما شاء الله. سيدي محمد، قبل ما ندخلوا الاجواء الرمضانيه، شحال انتم ديال المغاربه اللي كاينين تمايا؟ بدي نسمع عند حنا العدد قليل في صربيا، مسلمين في انتباه مثل الجاليات الاخرى، بكثير وقت السبعينات الثمانينات الى اخره كان عدد دابا سفير، لان كان عدد كبير تاع الطلاب كانوا عندهم هنا الميناء، فكنت كيقرا كنت في الشهر 40 حتى 50. الان من بعد ديك الاحتياج اللي كان وقعت هنا في يوغوسلافيا والحروب وكذا، فقل المجيء تاع الطلاب، وطبعا الميناء كانت قليله. والان عدد تقريبا حوالي 40 30 35 40، لما بين متزوجات او بين اطفال او اولاد تاع الاباء تاعهم كانوا يدرسوا هنايا وبقوا هنايا او غير ذلك، فالمسلمين الجاليه قليله. وجاليات مسلمه اخرى كاينه موجوده؟ موجوده من جاليات اخرى، كان في السنين سوريا، ولكن ماشي ذاك العدد، ماشي ذاك العدد اللي كانت سابقا في وقت يوغوسلافيا. نعم. الاحداث اللي كانت مرت في هذه المنطقه بصفه عامه اثرت على المجيء تاع الطلاب وتبع الاجانب. يعني كيفاش كتتلقى وكيفاش كتحيوا صله الرحيم بيناتكم؟ كاين شي جامع كيجمعكم؟ لا يعني كان لقاء، لا يعني هذا العام في المجال في ساعه السفير في تلها محمد الامين الحاج، ولا في تلها كنا يعني تكوين جمعيه تاع الصداقه المغربيه الصربيه. فكنجتمعوا مره وعندنا اخر نشاط قمنا به، وهي الجمعيه وانا سميت لها قاموا بتنظيم افطار جماعي للافراد الجاليه، وكذلك سميت لها للاصدقاء الصربيين، فكانت سياره رائعه قدموا فيها طبعا اكلات ومشروبات مغربيه. يعني هذه احد النشاطات التي يقوم بها حتى يتلاقى مع الجاليه، او خلال مناسبات اخرى، اعياد او عيد ميلاد او احداث وطنيه مغيره غير ذلك. يعني الاجواء الرمضانيه ما كتحسوش بها بطبيعه الحال كيف البلاد؟ وكما قلنا لو بكل صراحه، لا يعني بكل صراحه الاجواء الرمضانيه طبعا ما يمكنش يقارنها مع دول مع المغرب بصفه خاصه ومع الدول الاسلاميه بصفه عامه. طبعا الناس مثلا العدد ديال الجاليه هما قليلين، ومثلا حتى ما كاينش مطاعم مثلا مغربيه او غير ذلك اللي تلقى بها،
وحتى الأشخاص طبيعة الأشخاص اللي موجودين في مثلا أسرهم يعني متجمعات صربية يعني ف. تغير الطبائع وكتغير بزاف ديال الحوايج. تغير الطبائع الأخيرة ولكن هذا لا يعني أن مثلا الجالية كلهم أو جميع المغاربين المغاربيات المغارب طبعا محافظين على التقاليد تاعهم وكيصوموا رمضان الحمد لله وكيتلاقوا في الأعياد يعني في المناسبات اللي كتكون متاحة. ولكن رغم ذلك يعني خليتي في الوليدات ديالك ديك التمغربيت رغم يعني هاد السنين 55 عام خليتيهم ويعني وكما قلنا رغم هاد الغربة الصعيبة اللي أنا ماشي بحال بلجيكا أو لا بحال فرنسا يعني ما يمكنش نقارنوا لأن كاين جالية كبيرة هنايا انتوما قلالو خليتو ديك التمغربيت في وليداتكم. لا لا ما نفرغ منها انا هذا انا بنتي تولدت النهار الاول يعني اول كلمات كنسمع بالعربيه كنقول لها سمسم هذا واش بغيتي الحليب يعني سمسم الكلمه الاولى تعلمتها بالحليب بالعربيه وما كنت كتكلم معها بالصربيه راه كنتكلمها بالعربيه هذا الشيء على انها تعرفت العربيه وانني مشيت المغرب وشفت يعني ولاد عمها واخوالها وما الى اخره سمسم بعد سبع ايام وثمان ايام بقيت كتكلم بطلاقه يعني هذا نفرغ منه والولد كذلك والابن كذلك وحتى الحفيدة الآن مثلا كنتكلم مع العربية يعني مش ولا ضرورية ضرورة يعني ما ماشي لنا نوع من التعصب ولكن كان نقول من ضرورية لازم تتعلم اللغة تاعت بوها ولا تاعت امها والعكس كان يكون صحيح لو كانت امهم كانت عايشة في المغرب كنت نقول لها علمي ولادك الصربية يعني هذا من البديهية تماما يعني الأجواء اللي كتعيشوها الآن هي أجواء عائلية فقط يعني مع قلة يعني الأحيان هي أجواء عائلية يعني غالب الأحيان طبعا الناس مثلا شخصيا أنا مثلا قريبا نصوب شي أمسية بحيث يسميها هنا يسميها الميلود هي الحقيقة هي مثلا المفهوم تاع المسلمين هنا في الصربية هي يعني بحال في المغرب نصوب صدقة غادي مع لازم الإخوان مثلا ماشي صربيين مسلمين وشي إخوان مغربيين ولازم كذلك واحد يفقه هنا مثلا كذلك غادي يديروا شي يقرا شويه القران في الدار ويدير صدقه الانسان على الوالدين الله يرحم عليهم يعني هذيك التقاليد المغربيه الحقيقيه مثلا هذه الاشياء اللي ناوي نصوبها طبعا مثلا قريبا ان شاء الله اذا وفقنا الله ان شاء الله موفقين ان شاء الله. سيدي محمد يعني كيفاش عامل او كيفاش عامل الشعب الصربي مع الجاليات المغتربه هناك؟ أنا شخصيا طبعا تعرف يقول هي التجارب كتب هي شخصية أو انفرادية مثلا أنا شخصيا كنت نقولها دائما لمدة طويلة كلها ما كانش عندي شي مشاكل مع الشعب الصربي ولا الشعب الصربي بصفة عامة طبعا كان في هناك أفراد وأحداث يعني بحال العالم كله كتجد فيهم الناس اللي عندهم من مش كراهية ولكن في نظرة أخرى ولكن عموما إلى أنا عندي مثلا يعني انطباع ايجابي على الشعب الصربي في الوقت اللقاءات الشعب يعني مفتوح على الاجانب مفتوح بصفه عامه مثلا عندهم تقريبا التقاليد نتاعهم يعني اقرب الى الدول العربيه والدول الاسلاميه منهم الى الدول الاوروبيه لان بحال كتعرفوا الناس مثلا البلقان في عام الصربيه كانت تقريبا العثمانيين هنا استعمروا بحال 500 عام يعني قد هذيك الأثارات حتى اللغة نتاعهم فيها كلمات عربية كثير جدا وكان المسجد هناك في بلغراد المسجد كيمشيو له مثلا المسلمين مثلا يعني المسلمين الدول الإسلامية أو المسلمين شحال في الساعة عندكم تقريبا في نفس السوق إذا احنا بحال ستونز دابا احنا بحال تقريبا نفس السوق وكنفطروا يعني كان المسجد مثلا قديم من عهد العثمانيين وكان مصلى واحد كيسموها مصلى بحال تكون بحال ديار مثلا وغرف كيف مثلا كيقوموا فيهم الصلاة كيف فيهم الجمعة إلى آخره كان موجود يعني جميل يعني بلغراد يقال يعني ما عرفش من الإحصائية اللي كيقولوا ولكن كيقولوا أن بلغراد فيها أقل شيء واحد 200,000 مسلم تبارك الله ما شاء الله. ايه عدد لا باس به انتم عارفين طبعا الصربيه كذلك فيها جاليه مسلمه كبيره جدا مثلا في مناطق اللي غربيه مسلمه بحال معاش كتفطروا دابا معاش كتفطروا الان؟ احنا الفطور احنا عندنا اليوم سيدي في تقريبا شحال من 4 في الشهر يعني 44 هي الفطور عندنا احنا في 28 دقيقه 28 دقيقة حنايا كنبقاو حنايا حتى ساعتين من بعدكم يعني حتى ل 10 حنايا يعني هذيك هي ساعة ونص تقريبا احنا صرنا قبلكم بنهار انتم سابقيننا بنهار
احنا تعطيكم الله، احنا سمنا نهار 14 جوان، نهار 16 جوان، احنا نهار سمتوا الاربع، الاربع ايه نهار الاربع نسينا فرقكم نهار عيما لنا تقريبا الدول كلها تعطي البلطان تركيا أتقدمين متابعين فرقية أو معرفين والتوقيت تاعهم هو شمسي يعني فهمتي ما كي نعم ما كي يديروش على القمري. ختام هاد الدردشه بغيت كلمه منك لكل المستمعين والمستمعات اللي كيستمعوا لنا، وسيدي محمد كيتكلم على من صربيا. نعم وعاد نقول لك يعني مثلا نتمنى لكم اولا شكرا جزيلا على السفر هذا والاتصال طبعا مثلها وهذا كيشرفني وكنتمنى لكم النجاح الاذاعه ديالكم فعلا التواصل مع جميع مع الجاليه في جميع انحاء العالم. نتمنى طبعا ايام رمضانيه واعياد مباركه وان شاء الله الى لقاءات مستقبليه. اكيد سيدي محمد خموش كنتمنى لك ذلك، رمضان مبارك سعيد وتحياتي للعائله. شكرا بزاف لك ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. شكرا لك شكرا الله يلا كان زعما بخير ان شاء الله. مع السلامه واعياد مباركه. شكرا بارك الله فيك. Rebel FM.